يقول السائل: عملت عمرة عن نفسي، فهل يجوز لي أن أعملها عن والدي المتوفى؟ نعم. يقول: عملت عمرة لنفسي، فهل يجوز لي أن أعمل أخرى لوالدي المتوفى؟ لا بأس، لكن تعمل العمرة من الحل، ما هم من مكة، تخرج إلى الحل، إلى التنعيم أو إلى عرفة أو إلى الجعرانة، تحرم. نعم نعم.